السلام عليكم خويا صافي لاباس عليك؟ الحمد لله الله يحفظك اخويا. هاني كلشي مزيان عمرك على خير؟ الحمد لله الله يحفظك اخويا. اسمح لنا على التاخير هذا. تنعتذر منك. هاني هاني اخويا بدر مرحبا. شنو الاسم المصغر اللي راه عطينا؟ محمد. محمد يا ابو محمد. محمد باغي تعاود لي شي حاجه؟ محمد من المدينه. شوف الا تقطع الخط ولا عرف راه هما فهمتي باش كيفاش الا تقطع الخط شكون هما عرف باللي هما المهم تندخل ندويو ديك الساعه عارف شكون. واخا تفضل اخويا محمد عاود لك هذاك الشيء اللي بغيتي حنا تنسمعوك صافي ان شاء الله. ها تفضل اخويا محمد. تنسمعك اخويا محمد. لا خليك في شي بلاصه فيها الريزو. خليك في شي بلاصه فيها الريزو. بلاصه ما نقدرش نسمعكش اخويا محمد. دابا كتسمعني ياك؟ تنسمعك دابا كتسمعني ياك؟ مازال شويه ما عندكش الريزو اخويا. وي اخويا بدر دابا كتسمعني؟ تنسمعك. تفضل اخويا محمد. مشكله يا خويا بدر المهم القصه ديالي غنعاودها لك من الاول حتى الاخر. وخاصة نتمنى من الله تكون عبره يعني للناس كاملين الشباب بالاكثريه حيت هما اللي غيكونوا عرضه لهذا الشيء اللي انا وصلت ليه. اييه خويا بدر انا واحد انسان يعني درويش عايش في واحد العائله اللي ما فيهاش وين شباب راك عارف الشباب دابا تيبغيو الفلوس يبغيو بزاف الحوايج. المهم اخويا بدر عارف مع الخدمه قليله وهادي يعني بنادم خصو يدير الفلوس. اخويا بدر جات في واحد الطريق ديال الحفير. كيفاش الحفير؟ الكونوس. تحفر على الكونوس. جات اخويا بدر لديك الطريق. المهم تنلقاو شي بلاصه انا وواحد الجروب بين الساعة كنجيبو شي فقي شي قرا تنحفرو. المهم بقينا هكاك غاديين هكاك. المهم اليوم غنلقاو غدا غنلقاو بعد غدا غنلقاو. بقينا في ديك الطريق ويا بدر. واحد المرة حفرنا في واحد البلاصة ضربنا فيها شهر ديال الحفيرة على واحد الكهف. بقينا خويا بدر اليوم غدا اليوم غدا توصلنا لواحد الحجرة هي اللي غتدخلنا لداخل الكهف عامر. بقينا انا ودوك الدراري خويا بدر هذا تيقول لك لا انا غندير هادي انا. المهم كل واحد تيحلم شنو غايدير. وصلنا لديك الحجره خويا بدر كان معنا الفقي بدينا تنحفروا الليله الاخرى اللي غنقولوا صافي غنوليو لاباس عليه. ضربنا كيفاش ضربنا الفقي فيه طار من حدايا فقي ما يعني فقي بحال هزاتو شي حاجه ولا حشو لبرا يعني فقي ما بقاش معانا. دابا نتوما مشيتو تحفروا شي على شي كنز كاين في شي كهف. مشينا في واحد الكهف كنضربوا فيه شهر كنحيدوها التراب توصلنا للحجره اللي غتدخلك لداخل الكهف. ايه المهم تضربنا خويا بدر تضرب الفقي صافي يمشي لك الفقي مشى كلشي تضربنا كاملين. تضربت ديك البلاصه خويا بدر صافي كتضرب كتسمع المهم بحال ضربك بطرشه بحال ضربك بشي ما نقول. المهم الضربه راك عارف الضربه ديال الجنون دابا اللي فايت ليه تضرب راه عارف الضربه ديالهم كي دايره بحال الضو. المهم ما كتحسش براسك. تضربت خويا بدر في واحد البلاصه وخرجت في بلاصه اخرى يعني في الصباح فقت لقيت راسي في واحد البلاصه اللي بعيده على ديك البلاصه اللي حنا تنحفروا فيها. صافي فقت للدار. المهم جلست في الدار تنصوني على الدراري اللي معايا حتى واحد ما كيجاوبني. بقيت المهم كنسول خرج خصني نشوف الدراري اللي معايا حيت الا مات شي واحد فيهم غنمشيو فيها كاملين تنقز. المهم تلقيتهم كاملين كل واحد شنو تيقول لك انا لا حوني لهاد البلاصه انا منين جيت انا منين هادي. المهم بقينا هكاك اخويا بدر. واحد فيكم رماو في الجهه فينا رماو في الجهه يعني في المده ديال يومين واحد يومين تنقلبوا عليه يومين تنسولوا عليه لاحوه في واحد الغابه يومين وعاد خرج للطريق باش انه يوصل عندنا ويقولنا ودي انا شنو وقع ليه وهذا تيقول لك انا شنو وقع ليه. حنا لو واحد ما حس بالاخر شنو وقع له يعني تجمعنا حنايا بزاف جمعنا الفقي الفقي فينا هو الفقي ما كانش. وانتم ديجا كنتو تجبدوا هذا الكنوز كنتو تخرجوا شي حاجه
ما كناش تنخرجوا. انا جاي لك دابا القصه ديالي جاي لك درجه بدرجه. شي نقول لك انا من البدايه. من البدايه هذه المهم الاولى رماوكو. رماونا الليله الاولى حفرناها، ولكن كنا كنضربوها الخاوي. النهار اللي جينا نضربوا العامر ضربونا. النهار اللي جينا للعامر جبناها في راسنا. المهم بقيت هكاك اخويا بادر غادي في ديك الطريق مورا ما تضربنا. المهم انايا تسكنت المراه تخرج عندي بالليل عرفتيها انا وياها تنتشدوا راه ربي اللي عالم يعني محناتني ديال بصح. كتخرج عندي مرا كتقول لي انت هادي شينا انت وفلان وهذا. المهم بلا ما نقول السميات نتوما هادي شونا غادي تخلصوا هادشي كامل غادي تخلصوا واحد بواحد. خويا بدر من طبيعه الحال غتخاف، ماشي غتخاف على راسك، انا ما تنخافش من الجنون نهائيا. وخا يخرجوا عندي بالالاف انا خايف على العائله، حيت هما تيهدوك بواحد الحاجه هي العائله. تمشي عند هذا الرقيه هذا شي ديال الرقيه ما كطلعش هذا شي ديال الرقيه ما كطلعش هذا شي يقول لك ما فيك والو هذا. المهم اخويا بدر تنطيح في واحد الفقي واحد الفقي مشيت عندو يلا دخلت من الباب قال لي انت شنو سميتك واشنو سميت عائلتك واشنو عندكم في الدار واشنو شنو ها فين تقاسيتي. ما قلت له انا حتى شي حاجه. قال لي ها كيفاش كيفاش بحال لا حاضر معانا. قلت له شتي علاش جيت عندك انايا شنو المعمول دابا شنو هو الحل. قال لي شوف غادي نعطيك هاد المهم تيعطيك كل حروزه طباخور المهم هذا غدوبش بيه هاد الورقه هادي اش محافل. المهم داك التخربيق كامل راك عارفه انت. المهم بلا ما ندخل انا في التفاصيل كان داك الشيء اخويا بادر بحال قلتي تنعطيهم في وعود وليش انا بحال تنقويهم ولا ما عرفتش اش ندير داك الشيء والو. تنرجع عندو تنقول ليه كيفاش كيفاش والو نفس المشكل يعني ما تحيد لي والو. تندوز واحد المده ديال سيمانه ولا شهر ولا 15 يوم نفس المشكل. بقيت غادي عندو غادي جاي تنعطيها في الفلوس المهم باش نريقل انا الامور ديالي والو. واحد الليله خويا بدر نعس مع الوحده ديال الليل وحده بيله خرجات عندي مباشره هكا تنشوف فيها امراه طلبات مني جوج حوايج. انا ما تندويش لسان ديالي تقال عليا ما بقيتش تندوي. طلبات مني انني الا بغات هي يعني الا بغيتي نبعد منك غتمشي عند واحد السيد شنو سميتو غيعطيك واحد الكتاب وموراها انا غادي نبعد منك. الا ما بغيتيش ديك الساعات نخرج عندك غادي نبعد منك. عطاتني مواصفات واحد السيد ها فين ساكن ها الدار ديالو فين. المهم في المدينه اللي فيها انت في المدينه اللي فيها انت ماشي في المدينه فين انا يا راه غادي نشد الطريق باش نمشي عندك يعني مسافه ديال الطريق ماشي في المدينه ماشي في نفس المدينه المدينه اللي مشيت ليها انا اللي عطاتك النعت ديال هذا السيد هذا في نفس المدينه ولا مدينه اخرى؟ المدينه اللي عطاتني هي النعت نمشي لتطوان. او تطوان طارغه اللي شي عرف طارغه. المهم راه عرفت طارغه راه معروف طارغه في تطوان. مشيت اخويا تنقول غنمشي ما نمشيش لا قلت ليه كتخرج عندي نفس الهضره يعني داك الشيء اللي كتعاود لي كتعاود لي ديما. المهم قلت غنمشي الا مشيت تما شنو غيعطيني هذا السيد ولا شنو غادي. المهم شفت عايش يعني انا تعذبت بزاف قلت غنمشي خديت اودر مالي نطار غنمشي عند خدمه نمشي لواحد الخدمه نمشي نخدم وواحد سيمانه ولا جوج سيمانات الا ما عجبتنيش الخدمه غادي نرجع والا عجبتني الخدمه غادي نبقى. مشيت اخويا بادر للخدمه باش تجيب داك الكتاب باش نوصل عند السيد باش نشوف الامانه اللي حطات هي تما ما عرفت لي. المهم غتمشي غتجيب واحد الكتاب هذا كتاب انا غادي على اساس انني نجيب كتاب. مشيت اخويا بادر يعني لديك الطارغه جلست فيها واحد المده تنقلب على السيد تلقيته في الطارغه اخويا بادر دقيت الباب السلام عليكم السلام. خرجات مراته واش كاين فلان قالت لي راه ما كاينش وقاش غيكون. قالت لي المهم واحد شويه غادي يرجع ورجع عنده. مشيت جلست في القهوه كنتسنى السيد باش يرجع مع الربعه د العشيه تنولي ندق دقيت حلي الباب السلام عليكم السلام زيد مرحبا بك هادشي اللي خسر عليا هادشي زيد مرحبا بك. دخلت جلست
قال لي مرحبا. جلس جلسنا انا وياه في واحد العيش في وحديتنا. مرحبا بك والله يحفظك شكرا. جلس قلت له انا جاي عندك. قبل ما نقول ليه انا على جي قال لي ها على جيتي ها على جيتي ها على جيتي. يعني عطاني هو داك الشيء كامل بحال قلتي هو اللي مصيفطه. هو اللي مصيفطاني بحال هو اللي صيفطه يعني داك الشيء عطاتو عطالو عطالي هو داك الشيء بالتفاصيل. المهم قلت له الامانه كاينه ولكن هذا الكتاب ديالها شنو غندير انا بهذا الكتاب هذا وعلاش هي بغات بالضبط داك الكتاب انا ناخذه ولا ندير به شي حاجه ولا المهم بدا تيشرح لي هو في داك الشيء ان داك الكتاب ديال العلم الروحانيات اللي باش انت تتحكم في الروحانيات اللي فيك حيت انت زهري فهمتي تعليا انت زهري تولي تحكم في دوك الروحانيات اللي فيك الجين كاين معاك الخدام ديال الجين وانت ما عارفش تخدمهم يعني هذا الكتاب غادي يقربك دوك الخدام ديال الجين وهذيك الجنيه ما غاتبقاش تخرج عندك وهذه مهم. انا راسي ما قادش على داكشي ماشي خايف منهم ولا ما تنخافش منهم ولكن انا راسي ما نقدش على داكشي يعني انا اول مره غنسمع هذا الشيء ديال الجين والخدام يعني ما كنش عارف هادشي نعرف انني نحفر صافي نحفر جبنا شي حاجه ما جبناش الله يعاون يعني ما اللي عندي انا في دماغي. المهم بدا عليا هادي كنت نجيب داك الكتاب قلت له صافي غنديه جبت داك الكتاب اخويا بغاتر جبته معايا جيت طلعت الاطلس مشيت للدار ارتاحيت. أول مشيتي من الأطلس سلتي طوان باش تمشي تجيب داك الكتاب. راه خصني اخويا بدر انا راه ما كننعسش انا الشيء اللي تنقول لك هي ديك الساعات راه ما تنعش شنو هي تنجلس بالليل حتى كنوض نبقى نغوش بوحدي شي يعني دمرت وماشي انا اللي تنغوش دابا هي تطلع وتبقى تغوش مالين الدار ملي تينوض وتيلقاوني انا تيشوفوني انا مغوش تنبغي نخرج من يعني تنبغي نحل الباب ونخرج نبقى نجري ولا ما عرفتش بحال حماقيش وانا ما حاسش براسي يعني ملي كيشدوني هما اكثر هي واحد خويا ملي تيشدني هو تيصلي وادي غير تيشدني تنفيق باش نقول لهم انا علاش شدني نتايا علاش منوضني ما تنحس بتا شي حاجه يعني بحال يعني مشيت في واحد العالم ماشي انا ما حاسش هي اللي طالعه ديك الساعات هي اللي كتحكم فيا انا ما كنتحكمش في راسي وراك عارف اغلبيه الشباب راه ما كيكونوش موضعين يعني راه ساهل الجني. طلعت اخويا من تطوان المهم الاطلس مشيت للدار تحيت نهار غديت تنفيق في الصباح تنشوف داك الكتاب تنحل في داك الكتاب تنشوف غير في دوك المقدمات تنقرا في دوك المقدمات تنشوف كتاب ديال السحر او هادشي هذا ماشي ديالي تنقول غنقرا ما نقراش هو عطاني فوقاش غنقرا والطريقه اللي غندير باش نقرا وغنشوفهم المهم داكشي كامل هو راه يعني قال لي شنو غادي علمني وماشي علمني يعني عطاك واحد الحاجه اللي غتوقع يعني قبل ما توقع يعني شنو غيوقع شنو غيوقع عطاني هو مرايه شمعات تكتب السميه ديالك بالمقلوب في المرايه وتبقى تقرا داك الكتاب المهم ما يكونش الضو غير الضو ديال الشمع. المهم جيت اخويا باز تنقول ما نقراش بالليل تنقرا جبت داك الكتاب جبت المسائل كامله دخلت لواحد البيت بوحدي شي جلس درت داك الشيء اللي قال لي هو بديت تنقرا في داك الكتاب بديت تنقرا في خويا بدر وشويه نشوف المهم تنقرا في دوك الطلاسم وداك الشيء كامل والسميه ديال الجنون كل جن كتعيط 50 مره السميه ديالو كتعاودها 50 مره هذا كتعاودها 70 مره هذا 30 مره المهم الكتاب ديال السحر علم الروحانيات اللي عارفه راه عارف شنو فيه وما نصحش شي واحد يقراه كاع اكثر من شمس المعارف هو صعيب. المهم بديت تنقرا داك الكتاب تنشوف في الضوء يعني بحال النور هو راه بحال شعل جيبولا في وسط جلابه بحال شعلتي الضوء في وسط جلابه فين في الضوء؟ يعني هو كيفاش فين؟ الضوء هادشي في البيت انا تنقرا انا قلت لك جيت نقرا في الليل خصني نقرا داك الكتاب نشوف شنو غيوقع واش غيوقع داك الشيء اللي قال لي هو ولا لا في الاول تنقول ما نقراش شويه قلت غنقرا ونشوف واش غيوقع هادشي ولا ما يوقعش يعني هادشي درتو انايا استهزاء
قريتو ما يمشي بحال النور. نط اخويا وبضرب الخلعه خرج رشان جرني حليت الباب خرج طحت غيبت ما بقيتش كاع كنحس انايا براسي شنو كندير غيبت شو مالي مطار سيفيقو فيا. المهم تفقت لقيت راسي انايا صافي العائله مجموعه كامله المهم اللي عايشين معايا في الدار مجموعين مالك سيفيقو فيا صافي انا غيبت مالك والو. المهم انا ما بغيتش نقول لهم داكشي اللي واقع صافي جلسنا شويه تشوفوني وليت بخير صافي كل واحد دخل لبيت وناس دخلت انا الناس بيتي وتنشوفها عاوتاني كتقول لي ما تخافش خرجت عندي وتقول لي ما تخافش حتى واحد ما يأدي غير ما تخافش غير قرا داك الكتاب وما تخاف من حتى شي حاجه واخا تشوف شي حاجه ما تخافش ني حتى واحد ما غيأديك فيهم. نط اخويا بادر مورا وما وليت بخير الناس دخلوا ينعسوا انا خرجت عاود من بيتي جبت داك الكتاب جبت داك الشيء كامل اللي جبت في الاول وحطيته السميه ديالي بالمقلوب بالدم ديالك خصك تكتبها بالدم ديالك. واو اها تكتبها بالدم اه طلبوا مني انني نكتبها هو اللي قالها لي نيت ولكن هو راه قالوا له المهم قالوا له ان خصو يكتب السميه المهم راك عارف الحاره كامله المقلوب السميه ديالك بالمقلوب في المرايا وتقابل مع جوج شمعات وقرا داك الكتاب بديت نقرا فيها خويا بدر تيخرجوا عندي خمسه خمسه وانا فواحد يعني واخا مخلوع ماشي مخلوع منهم ولا يعني داك يعني انك بيت بوحدي كل شويه تشوف خمسه خمسه صافي انا ما كنتش ندوي كاع كدايرين خمسه تشوف عادي بشر عادي كيتشكلوك في بشر عادي كذب عليك الكاتب الا قال لك شي واحد الجين تيخرب الصفه ديالو بشر عادي تشوف فيهم خمسه خمسه وواحد فيهم اللي تيدوي دوك الخمسه هو واحد اللي تيدوي وهذا اللي تيدوي تيبان يعني بحال هو اللي كيتحكم في دوك الخمسه يعني تيبين لك بانه هو القوي تيخرج عندك وتيبقى المهم تيقول لك شنو غدير شنو غدير شنو غدير تيطلب منك بعدا شنو باغي نتايا شنو باغي يعني شي حوايج باغيهم انت يقول لك شنو باغي شنو بغيتي شنو مطلوب منا شي اللي تيقول لك. المهم انا ما تندويش صافي انايا فشلت شي ما بديتش كاع نهضر صافي انا غير تنشوف يعني اول مره غنشوف داك يعني داك الشيء. المهم خرجوا بخمسه وبداو عليا بدا عليا الاخر المهم هذاك اللي تيبان فيهم هو القوي شنو بغيتي قلت له انا ما بغيش والو انا بالخلاج قلت له انا ما بغيش والو وبداتي تيضحك واحد الضحكه هو تيضحك تنشوف في وجهه تيضحك والضحكه تجي بحال تيضحك حدايا بحال حطيتي جيبه حداك هكا وتيضحك شي واحد من بعيد بعد حدا ودنيك ضحكه بشكل يعني واحد الضحكة اللي المهم اخويا بادر اش نقول لك يعني اللي شاف داك الشيء راه اش نقول وما سخفش وما ماتش راه عنده الزهر يعني راه عنده كبدة ديال الحجر. المهم انا صافي فشلت قالوا لي شوف اي حاجه طلبتيها منا غنديروها ولكن بشرط انك غدير شروط عندنا شروط ديالنا وتانتي الا عندك الشروط ديالك حنا غنديروا داكشي اللي قلتي لنا وحنا وانت غدير داكشي اللي قلنا لك. قلت له واخا مرحبا صافي تيجيو عندكم في الشروط ديالهم يعني انت كتقول داكشي يعني انت باغي تخدمهم مثلا ولا هادي صافي تيعطوكم في الشروط ديالك قبل ما تبدا معاهم الخدمه الشروط اللي غدير الا بغيتي حنا نحضروا والشروط اللي غدير الا بغيتي حنا نوليو في الخدمه ديالك اي حاجه بغيتيها اي حاجه يعني حليتي عليها فمك كلشي غيحضر يعني غتولي من الاغنياء كاع الا بغيتي تولي من الاغنياء تولي من الاغنياء يعني تيغوي بواحد الحاجه اللي انت دارو يعني اللي دغيا غتقول اه يعني راك عارف يعني تعيش واحد في واحد الفقر وجيوك الفلوس راه ما يمكنش انك تقول لا واخا يخرج عندك مالك الموت ما تقولش لا راه فلوساتو تيلعبوا البنات مع دماغ. المهم انا تنفكر في هذيك ديال انك يعني الا بغيتي تولي من الاغنياء تولي من الاغنياء
وشي يعطيوني وشي يعطيوني سميشو يعني مثال لواحد السيد انا تنعرفو ساكن حدانا لعباس علاش يقولي شوف الخير دلاخر غيولي ديالك غتولي اكثر من هذا فهمتي داكشي كامل اللي عنده هو غيولي ديالك انت وغتولي انت هو اللي حتى هو اللي لاباس عليك هنا وانت هو هادي وانت هادي وانت هادي واي حاجه طلبتيها غنعطيوها لك ولكن الشروط يعني خصك دير هادشي اللي غنقولو لك حنا اول حاجه تيطلبوها منك اخي بدر تيطلبوا منك انك تمشي لشي بلاصه هكا بعيده وغتبدا فيها يعني خدمه خدمه اللي تيعطوكم بلا ما نقول شي حوايج كيديروهم بزاف والله يسمح لنا يعني درنا شي حوايج و يدمن عليهم بحالاش هو كيعطيوك اخويا بدر اول حاجه يعني خصك ما تغتسلش كاع ما تشوف الدوج نهائيا وتكون ديما على جنابه يعني تكون مغطي وما تصداش نهائيا ويعطيوك انك يعني تصلي كتصلي جوج ركعات وحوايج يعطيهم لك هما تعطوك طلاسم باش كتقرا المهم شي حوايج بلا ما نقولهم انايا دابا فسميتو حيت المهم تقراهم وتتصلي بحال كتصلي لله وكتصلي الكلب ولا الخوف الشيطان ماشي شيطان انا شي لك دابا باش ولا قرد المهم كلب ولا قرد ولا قدامك فاش كنت تصلي تيكون يبان قدامك اخويا بدر وشي كيخرج بعض المرات كلب وشي المهم وشي يبقى يدير شي حوايج قدامك وانت كتصلي يعني كتصلي لهم هما كتصلي داك الجن المهم اول حاجه كدير هادي كيشوفوك دير شي هاد الحاجه هادي تيقولوا لك خصك تمشي لواحد البلاصه تعطوك هما بلاصه معينه انك تجلس فيها ويكون معك يعني تمشي لديك البلاصه وتدي معك القران تدي معك القرآن وتقسموا على جوج مهم كتقسموا على جوج النص كدير فيه شي حوايج والنص كيداروا به شي حوايج بلا ما نقول دوك الحوايج اللي يتيداروا على القرآن كتبقى في ديك البلاصة واحد المدة ديال 40 يوم ولا أكثر مهم على حسب انت شحال ما انت كتكفر شحال ما انت كتبعد بينك وبين الله وتتقرب لهم تيقربوا لك المده اللي كتسالي فيها بحال 16 يعني كنشي شوفوك هما الكبده ديالك قاصحه انك القران وتقسمه ودير فيه دوك الحوايج يعني دغيا وهادي يقدر ما تدوزش كاع ديك 40 يوم ما تدوزاش هما على حسب تيشوفوك انك تقصح الكبده ديالك يعني ما يوليش فيك الجرام ديال الرحمه تيشوفوك ما بقاش فيك القرب ديال الرحمة انك ما ترحمش بنادم يعني بينك وبين الاسلام الخير والاحسان يعني العادة هو شي واحد مسلم ما تعقلش عليه المهم اخويا بادر مشيت لديك البلاصة قالوا لي هما جلست فيها ريقت الامور ديالي كاملين ضربت فيها النص ديك المدة اللي قالوا لي هما تيجيو عندي بعد فديك المدة قبل تنسمع الغواش بالليل هكا الغواش في ديك البلاصة اللي أنا مشيت فيها بحال الخلوة كتمشي للخلوة أنك دير دوك طقوس ديالهم كتسمع الغوات الليلة الأولى الثانية الثالثة المهم كتبقى غير كتسمع الغواش واحد المدة ما كيبقاش داك الغواش غير ما كيبقاش داك الغواش يعني هما تيحيدوا لك ديك الخلعة ما كتبقاش فيك ما كيبقاش داك الغواش كيخرجوا عندك مباشرة عاوتاني ورا ما سالي نص ديال ديك المدة تيجي عندي راجل بالحيشو راه داك كتشوف فيه راجل ما تحب عليه ماشي جن تيجي عندك وتيقول لك يعني غتمشي معايا لواحد البلاصة وما نبغيكش تهضر وما نبغيكش تقول حتى شي حاجة هادشي في النص ديال المدة كيديك معاه كتوصل لواحد البلاصة ما كتبقاش انت عاقل كاع على فين غادي حتى كتخرج في واحد يعني بحال المحكمة ديالهم كتخرج في ديك البلاصة بحال المحكمة المهم كيديك هو غير كتبعد من ديك البلاصة كتولي انت مغيب بحال هزوك وحطوك في بلاصة كتدخل تما كتعطي العهد
تما فين كتعطي العهد بينك وبين جي. كاين اللي كيعطي العهد بطريق شو كاين اللي كيعطي العادي كيخرجوا عنده كيعطي العهد انا هاكي وقال بحال المحكمه ديال الجن وكتعطي فيها عهد انك ما غتخرجش حتى شي حاجه من هذا الشيء كامل وانك ما غتخونش لواحد داك العهد اللي كتعطي بينك وبينه. مشيت اخويا باطر تعطي العهد بالعليك زيك تعطيه حيت صافي راك في يديهم اي حاجه غيديروها فيك تعطي العهد موراك صافي كتخرج كيجيبك عاود معاه غير بحال خرجتي من الباب عاود كتغيب كتلقى راسك راك في البلاصه ديالك يعني هما غير كيتخيلوا لك بان رداك المره ما داك حتى شي بلاصه حنا غير كيتخيلوا لك. المهم مورا ما كتعطي داك العهد كيمشي كتكمل ديك المده كيخرجوا عندك تما فين كيعلموك الطلاسم تيعلموك سحر تفريق السحر يعني شي واحد بغى يتزوج بشي وحده داكشي كامل كتعلمو يعني دوك الطلاسم كاملين كتكون عارفهم صافي كيعلموك كلشي كلشي كتشوف. المهم كتبدا كيبداو معاك درجه بدرجه حتى كتعلم داكشي كامل مورا ما كتسالي يعني كتشوف جنياش شكل يعني الزين شنو نقول لك واحد الزين انا عمرني شفتو كاع في حياتي لحد الان ما شفتش داك الزين يعني من الشياطين جن شيطان كتمارس معاهم. المهم في ديك المده المهم كتمارس مع جنياش هكا كتبان عندك راه زوينه وكذا وهذه كتشوفها جنيه زوينه ملي كتجي كتمارس معاها يعني حانزه واحد الريحه يعني ما تصورش. مهم دوك الممارسات الجنسيه مع الجين وداك الشيء كامل حتى هو كيتخلف يعني في دوك الطقوس ديالهم مورا ما تيعلموك دوك الطلاسم كاملين كتكون عارف دوك الطلاسم اللي غتخدم بهم كتجي كتبدا الخدمه ديالك يعني ما عباد الله الجين اول حاجه تيديرها يعني كلشي كيولي يعرفك كلشي تيولي يعرفك بان راك سحار يعني إن فواس خدم غير الواحد كلشي تيعرفك بأن راس غتخدم لهذا وتخدم لهذا إلا جا عندك واحد وخدمتي ليه يعني وخدمتي ليه مزيان راه غيمشي عند واحد آخر يقول لي راه كاين واحد لقيها كيفاش يعني الجن تيصيفط لي ميساج يعني كلشي كيولي عارفك سحار. مجيت أخويا باطر جيت للدار جلس عادي تيجيو عندك تيطلبوا منك انك تمشي تصلي جماعه في الجامع وما موطيش وما مغتسلش وما تقراش يعني القران فقيله كان تيقرا القران انت كتصلي ماشي القران كتقرا كتصلي ليهم هما جماعه في الجامع هادشي في الجامع تيطلبوا منك هاد الحوايج هادو تيشوفوك كدير في داكشي اللي تيقولوك تيشوفوك تدير في داكشي اللي تيديروا اللي تيقولوك شحال ما شحال وانت كدير في دوك في داكشي كامل هما كيتقواو بحال قلتي كيتقواو من داكشي انك دير دوك الحوايج باش هما يقدروا يخدموا معاك فهمتي باش كتولي انت بعيد من الله بزاف يعني يقدروا يتحكموا فيك الا ما درتيش هادشي راه ما يقدروش يتحكموا فيك لان البشر صعيب لهم الى قال غير بسم الله راه صعيب راه ما كيقدروش يقربوا لي فهمتي يعني هما تيخليوك ما تذكر كاع ما تذكرش الله نهائيا باش هما تيقدروا يتحكموا فيك باش هما تيقدروا يتحكموا فيك ما تذكرش الله نهائيا. المهم بديت خدام اول خدمه غنخدمها واحد السيده تلاقيت واحد الدري صدفه بلسنا انا وياه شحال ما تلاقينا انا وياه كنقرا كان تيقرا معايا تلاقينا انا وياه بديت ندوي في هذا الشيء ديال يكون هو عرفني يعني من قبل عرفني انا تنحفر ما عرفنيش انا تن يعني وليت تنخدم حوايج اخرين يعني بعت على الحفير وبعت بدينا كندوي. المهم الهضره كتجبد الهضره شويه قال لي واحد السيده راه كتقلب على شي فقي الا كتعرف شي فقي راه مشات لها 12 مليون من الدار الا كتعرف شي فقي اللي غيقول لها شكون هذا اللي دا الفلوس راه غتعطيه 1000 درهم يعني غتعطيها 1000 درهم غتسبيق فهمتي غتعطيها 1000 درهم تسبيق و1000 درهم يعني ولا 2000 درهم ولا 5000 درهم المهم على حسب داكشي اللي قدات عليه هي قال لها شكون هذا اللي هز الفلوس قلت له
له ماشي مشكل، عطيني السميه ديك السيده، عطاني ديك السميه السيده تاع شحال، قلت له شحال بيهم في الدار، قال لي شحال بيهم. المهم السميات ديالهم كاملين، شديت سميه اخويا بدر اول خدمه ليا غنخدم. جيت للدار، يعني في الدار ما كيصلح ليش نخدم، ضريت انني نخرج لواحد البيت بعيد على الدار، جلست فيها بديت خدام. المهم تنخدم اخويا بدر على دوك السميات كاملين، نشوف شكون هذا اللي هز الفلوس السيده من الدار. يعني كتصيفط الخدام ديك الساعات يعني كتذكر اسميه وحده ديال ملك الجن، ديال واحد الملك من الملوك الجن. مالو تسمعك، كمل كمل اخويا محمد. شنو يقول لك هو شنو باغي، يعني شنو هو، شنو هي الحاجه اللي باغي انت مني انايا، كتقول ليها شنو 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 يخني خصني نسحر لهذا ندير لهذا التفريق. المهم ملك الجن هو تيصيفط الخدام ديالو، الخدام ديالو تيمشيو تيمشيو تيستنطق القرين، تيمشيو لدوك السميات اللي انا كتكون ذاكرهم في ذاك الطلسم والبخور وداك الشيء اللي كتعطيهم في المقابل ديالهم باش انهم تصيفط في الخدام ديالو. الخدام تصيفطهم تيكونوا عندك الخدام بزاف، يعني كل مالك تيحكم على 100 خادم، وكل 100 خادم تحت منه 100 خادم، وهي غدا هكاك بالدرجات الجين بالدرجات. تنجي عنده لا غدي خدمتو ديك ديال اخويا بدر، تنجي لا قلت ليه قلتو فلوس، ها اللي هز الفلوس بنت هزات 3 مليون والباقي هزو الدري ولدها بعدها بجوج هزو الفلوس، ماشي شي واحد براني، ولادها بجوج ولد وبنت، البنت هزات 3 مليون الدري هز الباقي. قلتو هادشي اللي كاين قال لي، قلتو هادشي اللي كاين قال لي شكون قال لك، واحد الفقير اللي قال لي راه صونيت عليه عطيتو السميات هو اللي قال لي شنو شنو شنو. مشى داك الدري قالها لديك السيده، المهم داب زوج تما في الدار، منط الحيحه في الدار عندهم، عرفوا بان الدري هو اللي هزهم، الدري عندهم تيشرب. لا غد ليه تيعيط لي قال لي الامانه ديال السيد راه موجوده، دوز السقه كنمشي كندوق من دوك الفلوس اخويا بدر. يعني ما ضربتيش عليها التماره كاع، 1000 درهم تشدها وانت يعني كتضرب جوج سيمانات من قبل 3 سيمانات وما كتجمعش ديك 1000 درهم، ان تجيك في يومين راه يعني كتقول هادشي راه فيه الفلوس. المهم بديت خدام هكاك اخويا بدر، عطاني 1000 درهم، دازت واحد السيمانه زاد لي 1000 درهم اخرى، قلت له 500 درهم ديالك انت الا اي وحده بغات شي حاجه بحال ماكا ولا شي حاجه كيما بغات تكونسوني عليا، السيد راه خطر. انا ما قلتلوش انا ما بغيتش نشوه راسي، بغيت كاع شي واحد يعرفني اش انا كندير، يعني عرفت بان راه خدمه تنخدم. المهم بديت خدام هكاك، المهم هضره كتجيب هضره، هذا شي يقول راه كاين الفقيه، هذا شي يقول راه فقيره والفلان، راه تيعرف واحد القاه كيفاش كيفاش. المهم حتى كتصون عليه واحد النمره بالليل، النهار صونات عليه واحد النمره بالليل، صونات عليه واحد السيده، قلت لها الو شكون، قلت لي انا فلانه، اشنو وقع ليه اشنو وقع ليه، بغيت شي فقيه، انا وقع لي شي مشاكل كيفاش 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 كيفاش، الراجل ديالي راه تزوج، المهم تزوج مره اخرى وسمح فيا وهادي. المهم انا بغيت له الدمار، يعني بغيتو لا هو لا ديك المراه.